من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. نسلك يا رب المسجونا. فلنصلي في ذلك الزمان أخذ يسوع تلاميذه الاثنى عشر وابتدأ يقول لهم ما سيعرض له: هو ذا نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن البشر سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث